الله تعالى وبركاته. الله يسعد مساكم في كل خير ويمن وبركة وطاعة ومغفرة من الله عز وجل. المغامرة هذه جاها أخوي جاسم من أول، وأنا بصراحة أول مرة أخش الموقع هذا. هذا حساب أخوي جاسم عندكم، وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. السلام عليكم. أعطيها واحدة ثانية كذا. أي واحدة؟ إيش الكركبة هذه؟ للأمانة يا جماعة أنا ما شفت مغامرة جاسم، والله العظيم ما شفتها. أبو محمد، والله يا جماعة أنا ما شفتها وما أعرف إيش الأحداث اللي صارت فيها، لكن أرسل لي اللوكيشن وقال لي غامر، المكان قوي، لكن إيش في المكان والله ما أدري. عموما أي شيء تشوفونه على الخاص. ها مويا يا جماعة، الجو حار 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 ورطوبة. الله يستر، بس الله يستر. سمعتوا بطني؟ السلام عليكم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إيش هذا؟ يا جماعة رب الكعبة سمعت صوت. كشف. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. فتحت المكان. يا جماعة لا سمح الله، لا سمح الله صار لي أي شيء. رب الكعبة الوحيدة اللي دل الموقع جاسم. هذه وشو ذي؟ بسم الله.
سمعت صوت يا جماعة. الله القوي وأنتم الضعفاء. الله القوي الله القوي وأنتم الضعفاء. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. الله القوي وأنتم الضعفاء. الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا 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 لا، استحلفتكم بالله، استحلفتكم بالله، استحلفتكم بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذول يا جماعة يسمونهم عمار المكان، لأن إذا الآن ما في أي أذى. الله القوي وأنتم الضعفاء. استحلفتكم بالله يا من تسكنون هذا المكان، يا من تسكنون هذا المكان، أن تخرجون منه طاعة لله وطاعة لرسوله. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا جماعة شوفوا، والله أذكرها مقفلة ذي، وهذا فوق. أخواني خواتي، أنا غرقت ورب الكعبة غرقت. المكان اوكي مسكون،
الله القوي وأنتم الضعفاء. حبايب قلبي ربي يسعدكم المكان في عمار الأرض أو عمار المكان يسموهم، فأنا أزعجتهم. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا مكان مسلمين، مكان بشر. ربي يسعدكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم في حفظ الرحمن ورعايته في أمان الكريم.